السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا حبيبنا الكرام في مقطع فيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى عن تفسير الستائر في المنام، الستارة تفسيرها في المنام. والستائر يا حبيبنا الكرام ستر للرأي في الأمور كلها. الستارة في المنام تعني ستر للرأي في الأمور كلها، ولربما دلت رؤية الستارة على الصديق الكاتم للأسرار، ولربما دلت رؤية الهارب والخائف والمطلوب للستارة على الستر من اسمها، وكذلك والستارة الخضراء محمودة العاقبة. فاللون الأخضر في الرؤية تقوى، ولكن يرى جزاء هذا الأمر في الآخرة بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن رأى أن الستارة قطعت طولا دل ذلك على فرح يأتيه، والستارة للأعزب امرأة تستره عن المعاصي. والستارة الممزقة، الستارة التي مزقت وقطعت تدل على ذهاب همه وحزنه. من رأى في المنام أن الستارة قطعت وذهبت دل ذلك على ذهاب حزنه وعلى ذهاب همه. هذا ما كان عندنا من علم في تفسير رؤيا الستارة في المنام. لو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل له لايك، نشارك الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة أتشرف بأنه يشترك في قناتي، فعل خاصية الجرس يختار منا الكل حتى يأتيه شعر بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.